خير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحه وسلامه. طبعا اليوم انا جدا سعيد لانه جايب لكم عرض مقدم من شركه المجموعه الدوليه العراقيه وكلاء شركه كيا بالعراق، والعرض مقدم للشباب وللبنات، واي شخص راح يشتري الكي 5 او السيراتا راح تكون له هديه مقدمه من الشركه، واللي هي سماعات جالكسي بادز. طبعا سيارات شركه كيا كلش مميزه، بس اللي لفت انتباهي الكي 5 سيارة شبابية وكلش حلوة وكلش راقية، والكواليتي مالتها فشي مخيف. فتعالوا انا وانتو خلينا ناخذ فرة بالسيارة ونشوف داخلها. أول ما صعدت بالسيارة من سديت الباب حسيت بعزل مخيف، يعني كل شيء ما أسمع برا. السيارة الدشبول مالتها عبارة عن شاشة شبابية، وكل الشغلات اللي نحتاجها بالشاشة موجودة، شاشة لمس وأيضا شاشة التبريد عبارة عن تاج. والشيء المميز اللي بالسيارة إنه الشاحن، كل إحنا الشباب نحتاج هذا الشيء، الشاحن الوايرلس، بس مجرد تخلي التليفون راح يشحن. الستيرن مال السيارة يتكون من شفتات وبها خمس وضعيات للقيادة اللي هي السبورت والإيكو، وتتضمن السيارة بردات خلفية. السيارة كلش حلوة، الغرفة مالتها كلش واسعة وكلش كبيرة وكلش مريحة، وأنصح كل الشباب إنه يستخدمون هذه السيارة لأن هي سيارة شبابية ومريحة وكل الشغلات اللي نحتاجها موجودة. طبعا كل سيارات كيا بها ضمان مده 5 سنوات او 100,000 كيلومتر. لزياره فروع الشركه على العناوين التاليه: